اول حاجه معلش انا لازم يعني ايه اقلم نفسي مره ثانيه. يعني انا كنت داخل الكليه مش مبسوط، لا انا بعتبر ان ليا رساله كصيدليه. الحاجه الاولانيه انا داخل كليه صيدله، طبعا يا اما اتخرج بقى يعني زي ما قلنا كده يا اما صيدلي عادي يا اما واحد عالم في اي مجال من مجالات الصيدله. المفروض ان انا يبقى عندي باك جراوند كويسه جدا. الحاجه الاولانيه طبعا ان انا دخلت كليه صيدله، فلازم اكون عارف ان كل قسم من الاقسام ليه فايده في مجال مختلف. يعني انا على سبيل المثال انا بدرس صيدليات، ليه صيدليات؟ طبعا عشان بعد كده لو في اي حاجه ممكن اعمل لها دوسنج فورم معينه او اعمل فورميليشن او ادخل اي مركب دواء في شكل صيدلي معين، وبناء عليه طبعا بيبقى مناسب للمريض. يعني نفس الكلام هنا في قسم عقير، يعني لو قسم عقير طبعا انا برضه نفس الطريقه، يا اما اطلع صيدلي في رقابه دوائيه، يا اما اطلع باحث، يا اما اطلع صيدلي عادي، يا اما اشتغل في شركه ادويه، يا اما اشتغل في رقابه دوائيه داخل شركه ادويه نفسها. فانا مسؤول طبعا مسؤول ان انا اقدم للناس دواء يكون سيف ويكون في نفس الوقت افكتيف ويكون بيور، يعني ما فيهوش اي ادلتريشن او غش بالعربي. تمام، يعني حضرتك قصدك ان انا الاول لازم ابقى عارف الهدف اللي انا داخل عشان ولا ايه؟ برافو عليك. بناء عليه انا اشتغل وانا بحب الكليه جدا، احب كل الاقسام على فكره، يعني لان دوري برضو بنفس الطريقه. انا مش داخل معلش في كلمه، انا مش داخل اول حاجه عشان يبقى اسم صيدلي بس وخلاص، لا انا داخل وليا هدف. هدف ان انا هدف انا ما اقولكش ان انت تنسى نفسك خلاص، بس في نفس الوقت في ناس مرضى كتير قوي انت مسؤول عنهم. يعني لما دخلت الكليه في نفس الوقت في مجالات كتير قوي ممكن تشتغل فيها، يعني مجال كشف دواء جديد، مجال ان انت تعيد مره ثانيه استكشاف دواء ليه مثلا اثار جانبيه، يعني بناء على كميه العلوم اللي انت بتاخدها بعد كده بتتخرج بمستويات ممتازه. عشان انا اقدر اصلا اذاكر المنهج ده نفسه وان انا اقدر استوعبه كله وان انا اقدر احفظه. انت بتحط ستيب باي ستيب انت يعني ايه دورك ان انت تعمل ايفالويشن لاي دراج موجود عندك، هتلاقي كل حاجه دخلت بدون انت ما تحفظ اي حاجه خالص. والله ده في اكتف كونستيتوينتس مثلا فولاتايل، لا ده يبقى دراج معروف بتاعه. انا ما بحفظش على فكره يا جماعه، الاسئله اللي بتيجي في الامتحان ما بيجيش زي ما انت متصور. بيقول لك مثلا ايه درايف اوف بيبرمنت مثلا، لا ما بيجيلكش الكلام ده كله. بيجي يقول لك مثلا على سبيل المثال جيف ريزونز مثلا تمثال، هو الاسئله بتبقى متنوعه يعني، بس انا بقول لك ان انا مش الموضوع مش مستاهل حفظ بالمره خالص. يعني جيف ريزونز مثلا تمثال على سبيل المثال برضه دراينج اوف مثلا بيبرمنت او منثا ليفز ماست بي كيرفولي او كيرفول دراينج فور كذا كيرفول درايف. انا عارف ان الاكتف كونستيتوينتس هنا في السيرمولابايل، يبقى انا لازم اتحكم في التمبريتشر الموضوع عادي. حتى لو ذكر لي التمبريتشر او ما ذكرهاش فانا ما بحفظش التمبريتشر اصلا عشان تبقى عارف. امال انا نوعيه الاسئله يعني لو مثلا الامتحان بتاع السوائل نوعيه الاسئله بتاعت اخر السنه ولا سواء في اللي هو في الشيت او الشيت ده مجرد حاجات قشور. لو انت برضه نفس الكلام مجرد عارف المنهج بيتكلم عن ايه، انا ما قلتلكش مذاكر حد. لو انت عارف الستبس اللي احنا حتى قلناها عليها دلوقتي دي، بص لنفسك بتقفل الشيت، لان الشيت عباره عن ترو او فولس 10 نقط. الحاجه الثانيه كي اليمنت لحاجه معينه انت برضه ما بتحفظش، انت مجرد قريت المنهج. وممكن حتى على سبيل المثال انا كنت بدخل الامتحان زمان يا جماعه معايا حوالي 5 أو 6 ورقات، انا اللي ملخصهم، لان انا كنت بحضر المحاضرات والخص المنهج، وفعلا ما كانش الامتحان بيطلع بره الخمس ورقات دي. تمام، لاني كنت برضه نفس الموضوع. الموضوع مش موضوع حفظ والله، الموضوع طب فاهم. وانت معلش في الاسئله بتاعت الوقت دوت مختلفه عن اسئله زمان. زمان كان بيجيب لك موضوع ويسيبك، يعني ده كان اسلوبه غلط عند التحقيق، يعني لانك انت حتى كنت ساعتها كنت تقول انا لازم احفظ الستبس ولازم احفظ، لا الكلام ده مش موجود خالص دلوقتي. الاسئله بتبقى ام اس كيوز او مالتيبل تشويس كويشنز، الحاجه الثانيه جيف ريزونز، الحاجه الثالثه ترو اند فولس، الحاجه الرابعه كومبليت، الحاجه الخامسه ماتش، الحاجه السادسه الكي اليمنتس، والحاجه السابعه اللي هي الكيميكال تيست. الكي اليمنت بيجي لي في الشيت وفي نظر العملي وفي الفاينل ولا صح بيجي في الثلاثه؟ طبعا الكي اليمنت يعني على سبيل المثال انا عارف شكل البروتين ستارش او عارف مثلا كمثال برضه شكل الميز ستارش،
او شكل البنتونايت حاجات بالعكس انا مجرد عمليه ريفريشمنت للمعلومات اللي موجوده عندنا ما بنرسمش حاجه خالص سواء في الامتحان دوت او امتحان اخر السنه مش برسم لا حتى في العملي العملي انت بيجي لك اصلا الكي ايليمنتس بتاعت الباودر وانت مجرد ان انت بتشاور على الكي ايليمنت وبتقول تحت الميكروسكوب لما بتشوف مثلا على سبيل المثال كريستا لاير بتاعت الداتوره مثلا فيبقى مؤكد ان انت بتقول عندك الصوره فبتكتب ان الانون الداتوره وبتشاور على الكي ايليمنت. طب هو الشيت ان شاء الله نظر العمل قصدي الشيت بيبقى نوعيه اسئلته ايه بقى؟ كلها كي ايليمنت ولا نظر العمل اللي هو لو اللي هو جاي الاسبوع الجاي كله كي ايليمنت احنا قلنا 10 اسئله ترو اند فولس ده غير الشيت؟ لا هو انت بتقول الشيت مش هو في شيت ما هم قالوا لنا انتوا بتمتحنوا شيت ما تمتحنوا نظر العمل لا 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 هو الشيت كله بيضم نظر العملي ويضم جزء صغير قوي 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 من النظري هو اربع درجات تقريبا وربع على نظر العملي وثلاث اربع درجه على نظر انا جزء صغير عشان ذاكر النظر يعني مجرد صح ممكن لو انت برضو كنت فاهم الموضوع مش حتى مش مستني انت تذاكر لان الاسئله بتاعته مثلا على سبيل المثال يعني الدراينج بيعمل ايه للبلانت هل بيعمل بريزنتيشن صح هل بيكسر اكتف كونسيتنس لا غلط معلومات لو انا مذاكر المنهج لو انا يعني فاهم انا الصيدلي هشتغل ايه فكل الحاجات اللي بتحصل بس حالي بحبها حتى انت بتحب حضرتك توجه كلمه لطلبه سنه اولى السنه دي والله ربنا طبعا ان شاء الله يعني انتوا جيل المستقبل للاسف ان احنا في حاجات ما قدرناش نحققها وعشان كده بقول بعترف ان البلد واقعه فان شاء الله يعني كل واحد يبقى جاد وحتى لو واحد دخل الكليه غصب عنه يعتبر ان هو دي رساله سواء رساله لنفسه سواء رساله للمجتمع سواء رساله للناس سواء رساله للبلد حتى يعني انا بقول ان مصر برضه المفروض ان احنا نديها في الدقه شكرا جدا حضرتك يا دكتور واسفين على الوقت نحب نوجه شكر للدكتور عمر صبري ان هو اتاح لنا الفرصه دي ان احنا نعرف نتكلم معاه ونتواصل معاه ويقدم لنا النصايح اللي احنا شفناها دي نشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه